وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم يا ربنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتصلح بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها الفتن عنا وتعصمنا بها من كل سوء ومكروه يا أرحم الراحمين. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا اللهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشفة، اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا، اللهم فرجا ومخرجا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين، نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.